بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم اليوم محمد هشام، محلل أسواق المال في إيكويتي جروب، ومحاضرة جديدة من محاضرات تداول التوافقي أو تداول نماذج الهارمونيك اللي ابتديناها من فترة ومستمرين فيها. النهاردة معاد آخر محاضرات نماذج الهارمونيك قبل المحاضرة الأخيرة اللي هنتكلم فيها بشكل إجمالي وملخص عن جميع النماذج ومراجعة عن الأرقام ونسب فيبوناتشي الخاصة بكل نموذج خلال محاضرة الأسبوع القادم بإذن الله. وهيكون في زي كتاب هيلخص لنا كل النماذج، وهيبقى في زي مرجع علمي أو مادة علمية نرجع لها وقت ما احنا عايزين لنماذج الهارمونيك أو التداول التوافقي اللي احنا ابتديناه من شهر واحد. والنهاردة هنتكلم على نموذج جديد، وهو نموذج القرش أو الشارك باترن وعلاقته بنموذج آخر وهو الفايف زيرو. وهنتكلم في آخر المحاضرة عن نموذج آخر هو الموجات الثلاثة الدافعة أو الثري درايفز. فتعالوا نبتدي ونتكلم عن نموذج القرش. نموذج القرش هو عبارة عن موجة غير مكتملة اللي هي الضلع XA، وموجة دفعة قوية اللي هو الضلع AB، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6. دول الثلاث عناصر الرئيسية في نموذج الشارك اللي بيحددوا لي أو بيعرفوني على النموذج. وعادة النموذج بيشتغل أو بيعمل بشكل جيد عند مناطق إعادة اختبار مستويات مقاومة أو مستويات دعم سابقة كرد فعل مضاد للاتجاه القوي. وزي ما احنا شايفين قدامنا ده بيبقى شكل النموذج، وبيشبه شوية نموذج، أو هو النموذج الوحيد في نماذج الهارمونيك اللي بيشبه نموذج سايفر، في إن الضلع الثالث بيتجاوز النقطة الثانية في النموذج، يعني بيكون عند مستويات امتداد فيبوناتشي مش تصحيحات. فتعالوا نتعرف على شروط تحقق نموذج القرش. زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا هيكون في نموذج بوليش ونموذج بيرش زي بقية النماذج. وزي ما ذكرنا وقلنا في المحاضرات اللي فاتت وفي النماذج اللي فاتت، ان الضلع الاولاني ما بيبقاش له شروط محددة، تبقى حركة معينة على الشارت سواء صعود، هنا هو قدامنا صعود. وفي نموذج القرش الضلع الثاني كمان ما بيبقاش له شروط معينة، بيبقى موجة مش مكتملة، ممكن ما توصلش حتى لتصحيح فيبوناتشي 38.2، تبقى أقل، وبيبتدي السعر من عند النقطة دي يتحول إلى الصعود مرة ثانية عشان يكون لي ضلع AB، ولازم يوصل عند على الأقل مستوى امتداد فيبوناتشي 113%، ده على الأقل، وما يتجاوزش 161.8%. يبقى قلنا يبقى في حركة صاعدة على الشارت بيتبعها موجة غير مكتملة. زي ما احنا قلنا من شوية ان نموذج شارك بيتكون من موجة غير مكتملة وموجة دفعة قوية ومستوى تصحيح فيبوناتشي. فالموجة الغير مكتملة اللي هي الضلع XA، والموجة الدافعة اللي هو الضلع AB. الموجة الدافعة دي لازم تكون على الأقل عند مستوى امتداد فيبوناتشي 113%، وما تتجاوزش مستوى امتداد فيبوناتشي 161%، 161.8%. بيبتدي السعر عند النقطة B، هو الترقيم بتاعه مختلف شوية عن بقية النماذج، لكن الترقيم مش معضلة رئيسية أو مش مشكلة بالنسبة لي، لأن أهم حاجة أبقى
في نسب فيبوناتشي اللي احنا قلناها، ونبقى عارفين ان النسبه دي بتحدد النموذج ده، والنسبه دي النقطه المعينه او المحدده الاي او بي او سي او دي بتنعكس منها. فالمهم عندي في النماذج اني اعرف النسب فيبوناتشي المحدده للنماذج. فالسعر بيجي عند النقطه بي ويبتدي ينعكس بشكل حاد زي ما احنا شايفين عشان يكون لي الضلع الاخير اللي هو بي سي، والضلع ده لازم يكون عند مستوى امتداد فيبوناتشي على الاقل 161.8 ولا يتجاوز مستوى امتداد فيبوناتشي 224%. استاذ فهد حضرتك لسه داخل، احنا لسه يعتبر بنتكلم في البدايه، يعني احنا بنتكلم على شروط تحقق نموذج القرش. فهنعيد تاني من الاول. قلنا ان نموذج القرش بيختلف عن بقيه النماذج زيه زي نموذج سايفر اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، في ان النقطه الثالثه بتتجاوز النقطه الثانيه او النقطه الرابعه بتتجاوز النقطه الثانيه في الامتداد بتاع فيبوناتشي. فقلنا ان الضلع الاولاني اللي هو الزيرو اكس تبقى اي حركه على الشارت، سواء صعود هنا في النموذج البوليش او سواء هبوط في النموذج البيرش. من ضمن مكونات النموذج اللي احنا قلناه من شويه ان في موجه غير مكتمله اللي هي او اللي هو الضلع اكس اي، فبنقول بعد ما السعر بيوصل للنقطه اي بينعكس السعر مره تانية للصعود زي الضلع الاولاني عشان يوصل للنقطه بي اللي لازم تكون عند مستوى امتداد فيبوناتشي على الاقل 113% ولا تتجاوز ال 161.8% عشان يبتدي السعر ينعكس مره تانية للهبوط من النقطه بي عشان يكون لي الضلع الاخير اللي هو بي سي، واللي لازم يكون على الاقل عند 161.8 ولا يتجاوز 224%. ولازم برضو النقطة C اللي هي النقطة اللي عندها منطقة الانعكاس المحتملة اللي هي الـ PRZ تبقى عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6 من الضلع 0X، أو ممكن توصل لمستوى امتداد فيبوناتشي 113% من الضلع 0X. نفس الكلام هيطبق على النموذج البيرش، عندنا حركة عادية على الشارت، حركة هبوط بتنعكس بموجة غير مكتملة، عند النقطة A بتبتدي السعر ينعكس مرة تانية للهبوط عشان يكون لي الضلع AB، والنقطة B لازم تكون على الأقل عند مستوى امتداد فيبوناتشي 113 ولا يتجاوز 161.8، ثم يبتدي السعر مرة تانية للصعود من النقطة B عشان يكون لي الضلع الأخير في النموذج BC واللي لازم يكون عند مستوى امتداد فيبوناتشي على الأقل 161.8 ولا يتجاوز 224%، ويكون النقطة C عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 88.6 من الضلع 0X، أو قد تصل إلى امتداد فيبوناتشي 113% من الضلع 0X. وعندنا النسب 88.6 زي ما قلنا هو أحد المكونات أو العناصر الرئيسية في تكوين نموذج القرش، وهي تعتبر مستوى الانعكاس الرئيسي اللي هي النقط اللي هي من التصحيح او الامتداد من الزيرو اكس، او الامتداد من الاي بي هو ده التصحيح او مستوى الانعكاس الفرعي، مستوى الفيبوناتشي الفرعي. فالاهم عندي هو نموذج او مستوى 88.6. كده عرفنا شروط تحقق نموذج القرش. تعالوا نعرف ايه هي استراتيجية تداول النموذج ده. زي ما كررنا وقلنا في كل النماذج اللي فاتت وكل المحاضرات اللي فاتت ان الاستراتيجية بتاعتنا في الهارمونيك
وفي اي استراتيجية اخرى، في عندي 3 حاجات مهمين لازم اعرف اديرهم او اعرف استخدمهم كويس، هي نقطة الدخول، امر وقف الخسارة، امر جني الارباح. فين بقى هدخل او هحدد نقطة الدخول بتاعتي على نموذج القرش؟ مش هتختلف كثيرا عن النماذج الاخرى. هنيجي عند النقطة سي او النقطة البي ار زي عند مستوى 88.6، وابتدي ادور على فرصة الدخول بتاعتي او عند ال 113%. ممكن المستوى ده يتوافق مع مستويات الامتداد الفرعية فتبقى فرصة قوية وتدعمني في قرار اتخاذ الصفقة. ده في البوليش. اما في البيريش هحط نقطة الدخول او هقرر الدخول عند النقطة سي اللي هي نقطة الانعكاس المحتملة البي ار زي برضو عند 88.6 ادور عليها، ولو توافقت مع مستويات الامتداد الفرعية بيتأكد لي الفرصة. تاني حاجة امر وقف الخسارة، احط فين امر وقف الخسارة بتاعي في نموذج القرش؟ بحطه عند او اسفل النقطة سي مباشرة. لو النقطة سي وصل ل 88.6 وبدأ يظهر لي اشارات انعكاسية، ممكن احط الاسلوب بتاعي تحت الامتداد بتاع 113 عشان ابقى حاطط او واخد احتياطاتي لو السعر فكر او بدأ يتحرك ناحية الامتداد بتاع 113 عشان ابقى عامل حسابي واحط الاسلوب بتاعي تحت المستوى ده، سواء في الشراء اما في البيع بحطه فوق النقطة سي على المستوى 113% امتداد فيبوناتشي من الزيرو اكس. كده حددت نقطة الدخول ونقطة وقف الخسارة. هاجي بعد كده لنقطة جني الأرباح. جني الأرباح اللي هعمله بالظبط كالتالي، هرسم فيبوناتشي على الضلع بي سي، وعند المستوى 50% تصحيح فيبوناتشي 50% احط امر جني الارباح بتاعي. هرسم برضو في البيرش على الضلع بي سي الضلع الاخير، وعند 50% احط امر جني الارباح بتاعي. ليه 50%؟ هنعرفه كمان شويه. فكده انا عرفت نقطه الدخول بتاعتي احطها فين او هدخل من الحته بالظبط. تاني حاجة عرفت احط امر وقف الخسارة فين، الستوب لوس بتاعي احطه فين. تالت حاجة امر جني الارباح بتاعي هحطه فين. كده عرفنا شروط النموذج، عرفنا استراتيجية النموذج، نقطة الدخول، ستوب لوس، والتيك بروفيت اللي هكسبه من او هقدره من النموذج. تعالوا ناخد ليه او نتكلم ليه حطينا امر جني الارباح بتاعنا عند 50%، وده هياخدنا ان احنا نتكلم على نموذج الزيرو فايف. وخلينا نسأل سؤال ونقول ما هي العلاقة مع نموذج الزيرو فايف من نموذج القرش. نموذج الزيرو فايف هو عبارة عن نموذج تصحيحي فريد بتكون فيه نسبة تصحيح في بوناتشي 50% هي المحددة لنقطة اكتمال النموذج، ويشبه إلى حد كبير نموذج القرش. لو مش بيشبه، هو نموذج القرش، بيختلف عنه فقط في الضلع الأخير اللي هو سي دي. وزي ما احنا شايفين هو نفس نموذج القرش، ضلع عادة هوت هبوط بعد كده صعود موجة غير مكتملة وموجة دافعة 113 ل 161، والضلع الأخير بي سي ما بين 161 ل 224%. هنيجي للضلع الأخير سي دي هنلاقيه بيصحح عند 50% بنكتمل عنده النموذج، ويبتدي السعر ينعكس مرة أخرى للصعود. وهو أيضا كذلك في نموذج البيرش، حركة صعبة، موجة غير مكتملة، موجة دافعة، ضلع أخير في نموذج القرش بي سي، ثم الاختلاف ما بينه وبين نموذج
الزيرو فايف هيبقى في الضلع الاخير اللي هو السي دي اللي بيصحح عند 50%. هنا بقى عرفنا ليه حطينا امر التيك بروفيت بتاعنا بتاع النموذج القرش عند 50%، لان في احتماليه ان النموذج ده يكون نموذج 50 او 05، عشان عند النقطه دي اخد التيك بروفيت بتاعي وممكن ادخل صفقه بيع عند النموذج او عند النقطه دي. كده عرفنا نموذج القرش وشروطه، وهنضيف عليه حته صغيره ويبقى ده نموذج تاني اسمه نموذج 05، وهو ده العلاقه ما بين النموذجين. قبل ما ندخل على المثال، في حد سأل سؤال بيقول احيانا بتكون النقطه بي بتكسر النقطه اكس بس ما وصلتش لنسبه 113% بس فاتت مستوى 100%. عشان نبقى دقيقين، لازم عشان نبقى السعر او النموذج مثالي الى حد كبير، استنى حتى لو هيلمس ال 113 بشمعه او يقرب منها. هو الفرق ما بين 100 و113 مش حاجه كبيره يعني، ف يصح او يعتبر نموذج صحيح الا اذا اكتملت بقيه النسب بشكل مظبوط. استاذ محمد فعلا تقدر تعتمد النموذج، بس بشرط ان تكون بقيه النسب سليمه ومظبوطه، واهم حاجه عندي نقطه الانعكاس المحتمله او اللي هي البوتنشال ريفرسال بوينت البي ار زي، اللي هي عند النقطه سي في نموذج القرش او نموذج او نقطه دي عند في نموذج ايه 05. استاذ محمد انا مش هحدد النموذج ده هو نموذج قرش ولا لا الا اذا اكتملت النقطه الاخيره، انا ممكن يوصل عند 113 ويجي بعد كده النقطه سي هتلاقيها عدت 224، فكده خلاص النموذج غير سليم او غير صحيح صالح للتداول. اهم حاجه عندي نسب فيبوناتشي تكون اتحققت كلها، واهم نقطه هي نقطه الانعكاس اللي هقرر عندها هدخل الصفقه ولا لا. تعالوا ناخد مثال توضيحي على نموذج الشارك. زي ما احنا شايفين قدامنا ده زوج الاسترالي دولار على الفريم الساعة، هنلاقي ان السعر عمل حركة صعبة وبدأ يكون للضلع الزيرو اكس اللي هو اول نموذج فيه، اول ضلع فيه النموذج كده. لسه ما حددتش هو ده نموذج شارك ولا اي نموذج تاني، لسه ما اعرفش. جينا عند النقطه اكس وبدا السعر ينعكس يعني مره تانية، لا هو ينعكس المره الاولى عشان يكون لي الضلع اكس ايه اللي احنا بنقول عليه الموجه غير المكتمله. ممكن لو قست من هنا لهنا ممكن الاقي مثلا دي عند 38.2 لحد دلوقتي، ممكن يكون قدامي ده نموذج بات او ممكن يكون نموذج سايفر او ممكن يكون نموذج كراب. انا عندي هنا 38.2، انا لسه ما اعرفش النموذج ده ايه، عشان قلت لكم دي اهميه معرفه نسب فيبوناتشي بدقه، لان النقطه دي لو كانت 38.2 ممكن يعمل لي ثلاث نماذج كراب او سايفر او بات، فبستنى اهم حاجه النقطه الاخيره في النموذج اللي عندها هقدر احدد ده نموذج ايه وهتريده ازاي وازاي احط الاستراتيجيه بتاعتي عليه. بعد ما بيوصل للنقطه ايه هيبتدي السعر ينعكس للصعود مره اولى في نفس اتجاه الضلع الاولاني عشان يكون لي الضلع اي بي. هنلاقي ان الضلع اي بي امتد لي 113% من الضلع اكس اي، وابتدى السعر يا ينخفض او يا يتراجع مره اخرى عشان يكون لي الضلع الاخير بي سي اللي فضل يتراجع وينخفض حتى وصل للمستوى 88.6، ده المستوى التصحيح الرئيسي من الضلع 0x، ومن الضلع اي بي رسمنا امتداد فيبوناتشي هنلاقي ال 161 هنا اهيت، وهنلاقي 224% هنا هنا. قلنا على الاقل يكون 161 ولا يتجاوز ال 224 وعند 88.6. هحط الستوب بتاعي اسفل النقطه 0
هستنى شوية هحطها تحت مستوى الزيرو أو النقطة زيرو، وأدخل الصفقة بتاعتي مع إغلاق أول شمعة أعلى مستوى التصحيح الرئيسي، يبقى شمعة الدخول بتاعتي تبقى هنا، وأدخل الصفقة بتاعتي وأحط التارجت عند، وزي ما قلنا عند تصحيح فيبوناتشي 50%، هنلاقي السعر وصل له وتذبذب عنده وراح مكمل كده. كوني نموذج ايه؟ نموذج 05. ممكن بعد ما يوصل للمستوى ده وحقق لي تارجت النموذج الاولاني، ادخل صفقة بيع تاني على النموذج لنموذج 05. اللي هنقوله في المثال اللي جاي دوت، هنقول قصدي هشرح لكم دلوقتي في المثال دوت على استراتيجية التداول بتاعت ال 05. هنا حطينا التارجت بتاعنا بتاع نموذج الشرق عند ال 50% وحققها. هنيجي عند ال 50% ونقول ده نموذج، ممكن يكون نموذج 05. هدخل الصفقة بتاعتي بعد ما يحقق التارجت هنا، وهشوف هحط هاخد مستوى ممكن يكون ده مستوى مقاومة، وهحط الستوب بتاعي فوق المستوى ده عند فوق كده عند القاعدة ده، هحط الستوب بتاعي بتاع نموذج 05. دخلت الصفقة بتاعت البيع في المستوى دوت عند 50%، وفي مستوى مقاومة هنا ممكن يعمله ريتيست، وحطيت الستوب بتاعي عند القاع اللي قبليه، هحط التارجت بتاعي عند النقطة سي من النموذج، ونزل جاب التارجت فعلا. يبقى انا دخلت صفقتين في صف من نموذج واحد، هو نموذج الشارك اللي اتحول بعد كده اللي بقى نموذج 05، وحققت تارجت هنا وحققت تارجت هنا، وبترج او بستوب او بنسبة عائد الى مخاطرة ممتازة زي ما قلنا في نماذج الهارمونيك، بتحدد لي نسبة عائد الى مخاطرة ممتاز ورائع. كده خلصنا نموذج القرش وعرفنا علاقته بنموذج الزيرو فايف، وخدنا مثال توضيحي وعرفنا فين نحط الستوب وفين نحط التيك بروفيت. تعالوا بعد كده نتكلم على نموذج جديد، هو نموذج الموجات الثلاثة الدافعة أو الثري درايفز باترن. هو لا يختلف كثيرا عن نموذج الـ ABCD، الاختلاف الوحيد ان له ثلاث اضلاع وتصحيحين عند النقطة دي وعند النقطة دي. في اما النموذج الـ ABCD هو يعتبر الجزء ده A B C D، الجزء ده مش موجود، انما ده نموذج الـ 3 درايفز. الاختلاف بينه وبين نموذج الـ A B C D انه ده له ثلاث اضلاع وتصحيحين، اما التاني له ضلعين وتصحيح واحد. طب ايه شروط تحقق النموذج؟ بيبقى في عندي حركة عادية على الشارت، الحركة دي صححت وابتدت بعد التصحيح، ممكن يكون التصحيح ده 61% 50% 78% ايا كان التصحيح، بس الاهم عندي والمهم ان امتداد الضلع ده اما يوصل عند النقطة 2 يكون عند اما 127% امتداد فيبوناتشي من الضلع 1A، او عند 161.8% من الضلع 1A. بعد كده هيبتدي السعر يصحح مرة تانية عند النقطة B،
ويبتدي السعر ينعكس منه عشان يكون له الضلع الثالث والاخير في النموذج، واللي لازم يكون برضو عند اما 127% او 161.8%. ولو امتداد الضلع الثاني 127 لازم يكون الضلع الثالث عند 127، اما لو كان 161 لازم يكون 161. ده النموذج البوليش بتاع 3 درايفز. اما النموذج البيريش هيكون صعود ثم تصحيح ثم امتداد يوصل عند 127 او 161.8 ثم يبتدي السعر ينعكس مره ثانيه يعمل لي تصحيح، وثم الضلع الثالث الامتداد بتاعه لو 127 هيبقى هنا 127، لو هنا 161 يبقى لازم هنا 161، ويبتدي السعر ينعكس مره اخرى. نموذج ال 3 درايفز ممكن نلاحظه ازاي على الشارت؟ نلاحظه لو لقينا على الشارت مجموعه من القمم الصاعده او القيعان الهابط، يعني هنلاحظ كان في حركه سعريه في هنا عمل لو، بعد كده عمل لور لو، ثم لور لو، قمة قاع عفوا، ثم قاع أدنى من القاع السابق، ثم قاع أدنى من القاع السابق. على العكس هنلاقي مثلا في البيريش 3 درايفز أو النموذج البيع اللي هي موجودة الثلاثة الدافعة، هنلاقي قمة أعلى من قمة أعلى من قمة ثم هبوط للسعر. استراتيجية التداول بتاعنا على النموذج دوت هتكون نقطة الدخول بتاعتنا عند النقطة 3 عند المستوى 127 أو 161، وهيكون الستوب بتاعنا مباشرة تحتها في حالة الشراء أو فوقها مباشرة في حالة البيع. التارجت أو التارجت بتاعنا هيكون إما بطريقتين، إما إن أنا آخد أرسم فيبوناتشي على البي 3 الضلع الأخير واحط التارجت بتاعتي عند اما 38 او الثلاث تارجت عند 38.2 تصحيح فيبوناتشي 50% و61%. دي طريقه. في طريقه ثانيه ان انا اخد ارسم فيبوناتشي من اول النموذج لاخر النموذج وعند 61.8 منها واحط التارجت بتاعي. دي الاستراتيجيه بتاعه النموذج. تعالوا ناخد مثال ونشوف كده نموذج 3 درايفز بيتكون ازاي. قدامنا زوج اليورو دولار على الاربع ساعات، هنلاقي فيه حصل صعود للسعر، عمل لي الضلع او الموجه الاولى، نزل السعر صحح جزء من الضلع الاول زي ما احنا شايفين اهو، نزل صحح جزء بعد كده ابتدى السعر يكون لي الضلع الثاني او الموجه الثانيه، هنيجي نقيسها عند تبقى توصل عند مستوى امتداد في فيبوناتشي 127%. بعد كده يبتدي السعر يصحح مره ثانيه جزء من الضلع الثاني، ثم يبتدي يكون لي الضلع الاخير في النموذج وهنلاقيه وصل عند 127%. مع اغلاق الشمعة تحت النموذج او تحت المستوى 127 هدخل هنا واحط الستوب بتاعي فوق اعلى قمة، واحط التارجت بتاعي اما زي ما قلنا نرسم فيبوناتشي على الضلع الاخير وعند 38 و50 و61 تصحيح فيبوناتشي، او ان اخد من اول النموذج لاخر النموذج تصحيح فيبوناتشي وعند 61.8 احط التارجت بتاعي. ممكن ادمج الطريقتين مع بعض واحقق او احط التارجتس بتاعتي على الاربع مستويات دول. هنلاقي ان هو حقق التارجت الاولاني والثاني والثالث وتارجت الطريقه الثانيه. بكده وكون وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده اللي اتعرفنا فيها او من خلالها على ثلاث نماذج جديده، هو نموذج الشارك
وازاي انه ممكن يتحول الى نموذج 0.5، ثم اتكلمنا على نموذج الموجات الثلاثه الدافعه وامثله واستراتيجيات التداول عليه. في حد بيسأل بيقول نموذج القرش كم في المية بيقلب نموذج 0.5؟ ما فيش نسبة محددة، بس أهم حاجة إن أنا أبقى عارف إن ممكن النموذج يبقى قرش، ممكن ما يبقاش، ممكن عند 50% ويعديها ويكمل صعود مثلا أو يكمل هبوط. فأهم حاجة إن أنا أبقى عارف التارجت بتاعي فين والستوب بتاعي فين، وأراقب السعر عند التارجت. هل السعر ده في الحتة دي في مقاومة قوية؟ هل في برايس اكشن معين، في نموذج ماشي مثلا هو فيه ممكن السعر ينعكس من المنطقه دي؟ اهم حاجه في نماذج الهارمونيك ان اراقب السعر عند المناطق اللي انا حاطط عندها التارجت بتاعي، واشوف هل ممكن السعر ينعكس مره تانية من المستويات دي ولا لا. استاذ محمد مش فاهم السؤال بتاعك استاذ محمد عرفات في نموذج 1 2 3. كل الفريمات يا استاذ سعد ممتازه للنماذج الهارموني، كل النماذج وكل الاسواق الماليه يمشي عليها. نماذج الهارموني، ثواني يا استاذ محمد هشرح لك على الشرط. هنعيد شرح نموذج ال 3 درايفز على الشارت ذات نفسه. أستاذ فهد إن شاء الله المحاضرة الجاية هيكون فيها تجميع لكل نماذج الهارمونيك وشرح كامل لكل النماذج مرة تانية كمراجعة كده، وهيبقى فيه كتاب للنماذج وطريقة التداول عليها إن شاء الله هتبقى موجودة مع المحاضرة. تعالوا نشرح تاني نموذج ال 3 درايفز وازاي بنقيس نسب فيبوناتشي. احنا قلنا في صعود اهوت قدامنا على الشورت، عمل لي الضلع الاولاني او الموجه الاولى، والضلع صحح السعر صحح منه جزء. يعني مثلا لو قسنا هنا فيبوناتشي من الضلع ده هنلاقيه مثلا صحح 8.86. ما يهمناش التصحيحات هنا في النموذج ده، اهم حاجه عندنا مستويات امتداد فيبوناتشي. بعد ما تكون الضلع وتصحح منه هيبتدي السعر ينعكس مره تانية في نفس اتجاه الضلع الاولاني عشان يكون لي الضلع الثاني. يتكون لي الضلع الثاني هيتكون لي فين؟ لازم يكون عند مستوى امتداد فيبوناتشي اهوت. احنا راسمين في خط فيبوناتشي اهو من النقطه واحد للنقطه ايه، وصل لغاية فين؟ وصل عند مستوى امتداد فيبوناتشي 127%. تمام كده يا استاذ محمد؟ بعد ما وصل تذبذب السعر عند المستوى ده شوية، بعد كده بدأ ينزل تاني عشان يكون لي أو يصحح لي جزء من السعر مرة تانية. بعد ما صحح لي السعر ابتدى يكون لي الضلع الثالث. الضلع الثالث لازم يكون في زي ما كان الضلع الثاني عند امتداد فيبوناتشي 127، لازم يكون المستوى هنا عند 127. هنلاقيه فعلا وصل عند 127، ومع اغلاق السعر اسفل المستوى ده هنا اهوت هدخل انا صفقه البيع بتاعتي. هحدد التارجتس بتاعتي ازاي؟ قلنا اما ان انا اخد ارسم فيبوناتشي من على الضلع الاخير واحط التارجت بتاعتي عند 38.2 او 50% او 61.8% عند الثلاث مستويات دول. دي طريقه. او الطريقه الثانيه ان انا اخد ارسم فيبوناتشي من بدايه النموذج الى نهايه النموذج واحط التارجت بتاعي عند مستوى امتداد او مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. هنلاقي ان السعر
حقق التارجت الاولاني. وحقق التارجت الثاني وحقق التارجت الثالث وحقق التارجت بتاع الطريقه الثانيه. حد عنده اي استفسار او اي سؤال في النموذج ده تاني؟ لو النقطه رقم 3 امتدت ل 161.8، النموذج بيبقى فاشل مظبوط. لازم نقطه 2 وصلت ل 127، لازم نقطه 3 تبقى عند 127. نقطه 2 عند 161 توصل النقطه 3 عند ال 161، يا اما النموذج يعتبر غير سليم حتى ولو السعر جه عندها وراح هبط من عندها. بس انا اهم حاجه عندي انا بعرف النموذج بتاعي عند نسب فيبوناتشي ايه عشان اعرف اتداول عليه واحط الستوب بتاعي واحط التارجتس بتاعتي. في اي سؤال او اي استفسار عن محاضره النهارده او النماذج اللي تناولناها في محاضره النهارده؟ كل الناس فهمت وكل المعلومات وصلت لكل الناس؟ ان شاء الله باذن الله محاضره الاسبوع القادم يوم الجمعه الجاي ان شاء الله هتكون مراجعه لكل نماذج الهارمونيك نموذج نموذج من اول ما ابتدينا، وهيكون ان شاء الله في كتاب للناس اللي هتحضر معانا المحاضره باذن الله عن نماذج الهارمونيك، هيبقى كدليل قدامك تقدر تتريد عليه او تتريد بناء عليه تعرف النماذج والنسب فيبوناتشي. تغير ان شاء الله كده او حاجه صغيره عن نماذج الهارمونيك. في اي سؤال او اي استفسار في النهايه؟ بشكركم. استاذ فهد بيقول ما رايك في المؤشرات اللي بترسم النماذج قصدك عليها ديت؟ استاذ فهد ان شاء الله في المحاضره الجايه هقولك على طريقه باذن الله افضل ان شاء الله من المؤشرات. نستناك المحاضره الجايه باذن الله، وبيكون في طريقه ممتازه باذن الله تقدر تحدد من خلالها النماذج من غير ما تحتاج الى اي مؤشرات. بشكر حسن استماعكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.